متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقع نهار هذا اليوم الجمعة فوق العديد من مناطق المملكة. نبدأ معكم بتوقعات العاصمة عمان خلال ساعات نهار هذا اليوم. مع ساعات الليل الماضية عبرت الجبهة الهوائية الباردة، عملت على هطول زخات أمطار رعدية غزيرة فوق العديد من المناطق، وهبت على أثرها رياح شرقية قوية السرعة في معظم مناطق المملكة. مع ساعات صباح وظهيرة هذا اليوم تتراجع الفعالية الجوية بشكل نسبي، كذلك الحال يرتفع تركيز الغبار في الأجواء القادم من الأراضي المصرية عبر الصحراء المصرية نحو المملكة. لكن مع ساعات عصر هذا اليوم ومع تحرك مركز المنخفض الجوي قبالة السواحل الفلسطينية، يتوقع تجدد الفعالية الجوية بمشيئة الله. تحول الأجواء تدريجيا مع ساعات بعد الظهر والعصر إلى ماطرة فوق العديد من المناطق، مع نشاط تدريجي من جديد في سرعة الرياح وتراجع هذا الغبار المتوقع في الأجواء مع ساعات الصباح وظهر تراجعه مع ساعات العصر. نبدأ معك توقعات التفصيل للمملكة. في المنطقة الشمالية توقعات بتجدد الأمطار الرعدية مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم فوق العديد من المناطق الشمالية، مع انخفاض في درجات حرارة مقارنة بالأيام الماضية تتراوح ما بين حاجز 14 إلى 16 درجة مئوية في عموم المنطقة الشمالية. توقعات المنطقة الوسطى والعاصمة عمان توقعات بتجدد الأمطار مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم، تكون الأمطار الرعدية غزيرة بمشيئة الله تعالى فوق العديد من المناطق مع تحذيرات من تشكل السيول. درجات حرارة عظمى نهار هذا اليوم تتراوح ما بين تقريبا 14 إلى 16 درجة مئوية في المنطقة الوسطى أو حتى 17 درجة مئوية في الزرقاء، وتصل في بداية العشرينات درجة مئوية في منطقة البحر الميت، مع توقعات بتجدد الأمطار حتى في منطقة البحر الميت. توقعات المنطقة الجنوبية توقعات بأن تكون الأجواء ماطرة بمشيئة الله بعيدة ساعات الظهيرة والعصر لهذا اليوم، مع ساعات الصباح والظهيرة هنالك غبار قادم أو محمول من الصحراء المصرية نحو جنوب المملكة. توقعات بأن تكون العظمى في مناطق جنوب المملكة تقريبا بحدود 13 درجة مئوية وأقل من ذلك حتى فوق المرتفعات الجبلية العالية في هذه المناطق. نلاحظ معكم مدينة العقبة عظمى متوقع بحدود 16 درجة مئوية فقط مع أجواء ماطرة معظم ساعات النهار، كذلك حال هبوب رياح قوية في خليج العقبة وبحر شديد أو عالي الاضطراب على غير العادة في خليج العقبة. توقعات المنطقة الشرقية توقعات بأن تهطل معها مع هذه الساعات أمطار رعدية غزيرة في تلك المناطق مع تحذيرات جدية من تشكل السيول. هذه الفعالية الجوية توقع أن تتراجع مع ساعات الظهيرة والعصر لتعود الفعالية فيها لتتجدد بمشيئة الله مع ساعات الليلة القادمة. درجات حرارة العظمى متوقع أن تبلغ مع ساعات العصر حول حاجز 20 درجة مئوية. أمطار خير نتمناها لكم هنا من طقس العرب. إلى اللقاء.